أهب يا شيخ، وش قصة هذي؟ أنا إحدى النساء تصلاً قالت يا شيخ أني رأيت كأني أضعت الفرشات حقتي، فرشات حقت الفرشات الأسنان. تقول جيت لأختي متزوجة، يقول غير متزوجة، تقول لأختي غير المتزوجة. قلت لها يا فلانة أنا الفرشات حقتي ما أدري خربت أو ضاعت، أبي تعطينا الفرشات حقت. تقول قالت لي لا بس يلا توكل على الله انقلي خلي رجلي يشريلي. طيب بس سألت أسئلة، أنت فاتورة الجوال الماضية زايدة زادت شوي؟ قلت انظروا إلى طريقتها في الرد. قلت وقطعوا الجوال؟ قلت ايه. قلت وزوجة عين سدد؟ قلت ايه. قلت ورحت لأم أختي قلت لها عطين جوالك؟ قالت ايه. قلت قالت تروحي بس الراجل تخلوا يسدد لك؟ قالت اهب.